السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. صفقة العمر هذه هي أحسن صفقة دارها ياريشان. نحلو آخريب يوقع على عقد احتراف مع شبيبة القبائل ل4 سنوات. دوك نعطيكم تشوفوا ردود أفعال الجمهور والكل فرحان بهذه الصفقة. لايك على الفيديو، أبوني في القناة وتركوا لنا تعليق. أحسن صفقة، أحسن خطوة دارها وقدمها ياريشان لشبيبة القبائل، هذا لافينير، هذا نسميها انا مستقبل شبيبة القبائل اللي قادره الشبيبه على عامين قادره تروح به بعيد في الشامبيونا او في لا ليغ دي شامبيون، ولما لا شفاو مليح تبيعوا الى نادي اوروبي وتستفاد منه ماديا. لورو هذا يساوي خزينه شبيبة القبائل ان شاء الله في المستقبل، وشفاو الهضره تاعي هذا مليح لانه ربما الكثير متفائل مردود هذا اللاعب، وان شاء الله لو ما يعني ما صرالوش بليسير ربي بعد عليه ان شاء الله راح يروح بعيد ان شاء الله. حاجه واحده لازم الشبيبه تستفاد من الموهبه هذه، وباه تستفاد من الموهبه هذه لازم تبدلوا فرصه اللاعب وما يخافش لونطينار. لعبنا الحلو اخريب على الاقل في الربع ساعه الاخير يتلونص اللاعب عام عامين يتطلق اللاعب، وان شاء الله راح يكون مردود جيد. راح نعطيكم ردود افعال كل فيليسيتاسيون على هذه الصفقه، شاهدوا ردود افعال في مواقع التواصل الاجتماعي، الكل فيليسيتاسيون فيليسيتاسيون، برافو يا ريشان، هذه صفقه الموسم، هذه قنبله الموسم، يعني هذه بون نوفل، والكل راضي على هذه الصفقه، ان شاء الله راح يقدم هذه الاضافه. نتمنى انه ربما يكون في مستوى الشبيبة ويكون عند تطلعات الجمهور، لأنه الجمهور الكل راهو راضي على هذا اللاعب، والكل ربما أقنعوا هذا اللاعب، يعني بالمعنى أنه الكثير شاهد هذا اللاعب وقال لك راح يمد البليس، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، وبالتوفيق إن شاء الله لهذا اللاعب، وبالتوفيق للشبيبة لهذا يعني الخرجة هذه، وإن شاء الله مربوحة لشبيبة القبائل. دائما نقولوا مربوحة، لماذا لا نسرع؟ لاعب طموح وذكي جدا، ربما الاحتراف في الموسم القادمين، وهذا يؤكد كلامي، أما مكانته في الفريق الأول هذا الموسم لا نقاش عليها في ظل العقم الذي يمارسه هجوم شبيبة. إن شاء الله اللاعب يمد الإضافة في الهجوم ويكون على الأقل جوكر في الربع ساعة الأخيرة، ولما لا قادر يقلب الطاولة في الكثير من الأحيان. إن شاء الله يا ربي مربوحة لشبيبة القبائل، هذه يعني حاجة مليحة جابها يا ريشان للشبيبة، الكثير بون نوفل وبرافو، بالتوفيق الكثير بون كوراج. المهم إيسونسيال الشبيبة راهي كسبت لاعب، وهذا مكسب لشبيبة القبائل. نتمنى التوفيق لشبيبة القبائل. لايك على الفيديو، ابوني في القناة، وتركوا لنا تعليق على الصفقة هذه، ربما ماهيش جديدة ولكن ربما 4 سنوات راح تستفاد منها شبيبة القبائل، ولما لا قلتوا راح يروح. المهم الحمد لله راه محكموا الحلوة الاخريب، وهذه فرصة للاعب وفرصة للشبيبة حتى يبرزوا موهبة. مع فيديو جديد واخبار جديدة، سلام خاوتي.